السلام عليكم يا دكاترة، هناخد النهاردة 2 جينوس، الاتنين جرام بوزيتيف باسيلاي، الكراينيبكتيريوم والباسيلوس. الكراينيبكتيريوم and its different serotype، هناخد الباسيلوس and its pathological and subprophytic form، وكل species منهم ايه الديسيز اللي بتعمله والميثودز اوف دياجنوزيس. اول جينوس كراينيبكتيريوم، كلمة كراين بكتيريوم دي come from Greek word بمعنى كراينا meaning the club، بمعنى البكتيريا الوتدية بتبقى ليها one swollen end، وهنعرف ازاي. أول حاجة المورفولوجي، كراين بكتيريوم دي جرام بوزيتيف باسيلاي، root shape بمعنى باسيلاي عصوية، بتبقى non spore forming و non motile و نون كابسوليتد ما عدا الرودوكوكس اكواي او الكراينيبكتيريوم اكواي، دي اللي بتبقى كابسوليتد. بتاخد شكل ستريت او سلايتلي كيرفد، وبيبقى ليها زي ما قلنا وان سوالين اند او كلاب شيب، بسبب جرانيولز او حبيبات بنسميها مهمة اسمها ميتاكروماتيك جرانيول او فولتين جرانيول. بتاخد شكل الفي shape أو الواي شيب أو Chinese letter شكل الحرف الصيني، and also appear elliptical. الكالتشر كاركترستيك إنها بتكون aerobic أو facultative anaerobic، والكتاليز بتبقى positive. وأنت خدته قبل كده مين الكتاليز positive؟ الستافيلوكوكاي. قلنا all strain of staphylococci تبقى إيه؟ كتاليز positive. وده شكل الفولتين جرانيولز. شوفوا البكتيريا ازاي شكل كرايني بكتيريوم باسيلاي، والجرانيولز بتبقى سكاترد ان السيتوبلازم، بتديها بيدد ابيرنس. بيدد ابيرنس يعني ايه؟ شكل مطرز. شكل الفولتين جرانيولز. ده السبيشيز من الكرايني بكتيريوم، هناخد في كل سبيشيز انهي انيمال بتأثر عليه والديسيز اللي بتعمله. كراينيبكتيريوم سيدو تيبركلوزس او بنسميها كراينيبكتيريوم اوفلز، ودي بتأثر على الشيب والجوت. كراينيبكتيريوم رينال، كراينيبكتيريوم بوفلز، ودول بيأثروا على الكتل. وكراينيبكتيريوم سيبس دي البيج، والرودوكوكس اكواي او كراينيبكتيريوم اكواي، ودي بتأثر على الهورس خاصة الفول. الجنرال كاركتر دي بتبقى small polymorphic a club shape gram positive bacilli، بتاخد شكل ال V او ال Y shape زي ما قلنا، او Chinese letter. مهمة Chinese letter الحرف الصيني. بتبقى non spore forming non motile and non capsulated except rhodococcus equi او Cryobacterium equi، دي اللي هي بتبقى ليها كبسول. وده شكل كراينيبكتيريوم دكاترة، ده فيلم from culture stained with gram stain showing gram positive bacilli، gram positive لونها violet و bacilli بتبقى عصوية أو root shape، وبتاخد شكل ال V shape أو ال Y shape أو ال Chinese letter. والسيلز contain volatile granules أو الميتاكروماتيك granules، بتبقى scattered in cytoplasm وبتديها beaded appearance يعني شكل مطرز. ده بالنايسر ستين. مهمة إن الفولتين granules بتتسبب بالنايسر ستين أو المسلين بلو ستين. بيقول لي إن الماجوريتي أوف كراين بكتيريوم، يعني معظم الكراين بكتيريوم، بتبقى كوميسل على الميوكوس ممبرين، تعمل اي ديسيز ما عدا كراينيبكتيريوم ديفتيريا. كراينيبكتيريوم ديفتيريا دي البكسوجينيك فورمان، وبنعمل لها ايزوليشن. ولو فاكرين من الكالتشر ميديا قلنا ان كراينيبكتيريوم ديفتيريا ايزوليتد على البلاتولرايت واللوفلرز سيرم. البلاتولرايت ده سيلكتيف ميديا، واللوفلرز سيرم انريتشد ميديا. زي ما قلنا ان في كل سبيشيز بناخد بتأثر على انهي حيوان وايه الديسيز اللي بتعمله. اول حاجه كراينيبكتيريوم سيدو تيبركلوزس او اوفز، من اسمها اوفز يعني شيب والجوت، بتأثر على الشيب والجوت وبتعمل مرض بنسميه كيزياس ليمفادينايتس. ما
وفي فرق بين الليمفادينايتس والليمفانجايتس. الليمفادينايتس ده inflammation of lymph node، أما الليمفانجايتس ده inflammation of lymph vessels. فالكرين بكتيريا سيدة تبركلوزة دي بتعمل كيسس ليمفادينايتس في الشيب والجوت، وبتعمل ألسيراتيف ليمفانجايتس ده inflammation of lymph vessels، ومتأثر على الليمف فيزلز بتاعت اللور ليم في الهورس. الكرينيبكتيريوم رينال دي بتأثر على الكتل، ورينال دي جاية من الرينال سيستم، معناها الجهاز البولي، يعني بتأثر على الجهاز البولي، بتعمل سيستايتس اند اسيندينج بايلونفرايتس. سيستايتس معناها انفلاميشن اوف يورينري بلادر which ascend to renal pelvis، نسميه بايلونوفرايتس. renal pelvis او البلبس of the kidney، الحوض بتاع الكلية. رودوكوكس إكواي أو نسميها كرين بكتيريوم إكواي، سموها رودوكوكس إكواي لأنها بتطلع ريد بيجمنت، ودي من اسمها دي برايم إكواي، يعني إكواين، بتأثر على إكواين الخيل خاصة الفول الهرس الصغير، بتعمل برايمري بتبقى بتأثر على الفول، وسكندري على الكاتل والشيب والجوت والبيت، بتعمل ديسيز نسميه فول برونكو نمونيا اند بالمونري ابسس. الدياجنوزس هتلاقوا خطوات الدياجنوزس كلها واحده، ان احنا بناخد السامبل وبنعمل منها سمير، وبعدين كالتشر، وبعدين البايوكيميكال ري اكشن. اول حاجه الدياجنوزس السامبل، السامبل بتاعتي بس سمير فروم الليجن، بعدين بنعمل جرام ستين سمير بيديني جرام بوزيتيف باسيلاي وسوان سوالين اند او كلوب شيب، وبتبقى شكل الفي شيب او الواي شيب او شاينيز ليتر، وبيديني بيد الابيرنس بسبب الميتوكروماتيك جرانيوز او الفوليتين جرانيوز زي ما قلنا. الكالتشر بنعملها ايزوليشن على اللوفلرز سيرم والبلاد كلورايد، وبعدين بنعمل لها examination بعد 12-18 hour بيديك شكل الكولوني. على اللوفلرز سيرم بتبقى gray small granular colony، على البلاد تولورايت ميديا بتدينا gray to black colony. و biochemical reaction و serology زي الإلايزا عشان أحد أشوف الانتيبادي أو التتر بتاع الانتيبادي. تاني جينس يا دكاترة، ودي برضو جرام بوزيتيف باسيلاي الباسيلوس، وجينس الباسيلوس بنقسمها الباسوجينيك ونون باسوجينيك. باسوجينيك الباسيلوس انثيروسس والباسيلوس سيريوس، نون باسوجينيك الباسيلوس ساتلس والباسيلوس ستيروثيرموفيلوس. والباسيلوس سيريوس وساتلس دول بنسميهم انثراكويد، يبقى الباسيلوس انثيروسس دي بنسميها بتعمل الانثراكس يعني مرض الجمرة الخبيثة، وسيريوس وساتلس بنسميهم انثراكويد. اول حاجة الباسيلوس انثراسس، ودي الباسوجينيك. الباسيلوس انثراسس دي الباسوجينيك، وبتعمل ديسيز من اسمها انثراسس، بتعمل ديسيز اسمه الانثراس. اما الانثراكويد دي تشمل باسيلوس سيريوس وباسيلوس ساتلس، و اي حاجة بتنتهي بالمقطع اويد، اويد دي معناها شبيه، بتساوي كلمة similar، فانثراكويد معناها morphologically similar to الانثراسس، يبقى الانثراكويد بسيلوس سيريوس وساتلس دول morphologically similar to بسيلوس انثراسس، ولكن البسيلوس انثراسس pathogenic، لكن الانثراكويد دول opportunistic، يعني not pathogenic، ولكن لما تقل الاميونيتي لأي سبب يتحولوا الباثوجينيك. هناخد الديسيز الانثراكس ده يا دكاترة، وبرضه هتاخده في المحاضرة، هيقول لك ان ده زونوتيك ديسيز. زونوتيك يعني مرض مشترك، يعني بينتقل من الانسان للحيوان، الحيوان للانسان. ده زونوتيك هايلي انفكشوس ديسيز برايمري اوف هربوفرس انيمال. هربوفرس يعني اكلات الاعشاب زي الكتل والشيب والجوت والهورس، وسكندري اوف مان
المود اوف انفكشن يعني ازاي بتحصل العدوى في الهربوفروس انيمال في الحيوان باي انهاليشن او انجيشن اوف سبورز. السبورز دي بتبقى موجوده في الجو، لكن في الكارنيفور اكلات اللحوم ومنها الهيومن باي consumption أو ingestion of infected animal diet from anthrax، يعني يأكل لحمة بتاع الحيوان ميت من الأنثراكس. هناخد ال diagnosis of anthrax، نفس الكلام إن إحنا بناخد السامبل وبنعمل منها سمير وبعدين culture وبيوكيميكال reaction وسيرولوجيكال وانيمال inoculation. أول حاجة السامبل، السامبل بتختلف على حسب السايت اوف انفكشن، بناخد اكسيديت فروم السكين ليجن وسبيوتم او سول وبلود في حالة السبتسيميا. بناخد السامبل ونعمل منها جرام ستين سمير يدينا جرام بوزيتيف باسيلاي. الفرق ما بين الانثراكس والانثراكويد ان الباسيلاي حالة الانثراكس بتبقى ارنجد ان شورت تشين، لكن في حالة الأنثراكويد بتبقى arranged in long chain وبتبقى البسيلس أنثراسس. وهناخد الفرق ما بينها وبين الأنثراكويد إنها بتبقى capsulated، لكن الأنثراكويد لأ مش كبسول، بتبقى capsulated in vivo وبتبقى sporulated in vitro. فشكل الكبسول إن ليبو لما نسبخها بالبوليكروم سيلين بلو أو بالبوسيلين بلوستين هتدينا شكل الكبسول، هيبقى لونها بينك حوالين بلو باسيلاي. وهنشوفها ازاي بالسبورستين، السبور هتبان سنترال وأوفال نون بروجكتينج وهيبقى لونها بينك بالأسيد فاست سبورستين وهنشوفها. بالنسبة للأنيمال انيكوليشن انترا بروتينيال انجكشن اوف باسيلس انثراسس كاليتشر في المايس او الجينيا بيج يعمل له ديس. السيرولوجي في الاسكولس تيست والالايزا. الاسكولس تيست ده نوع بريسيبيتيشن تيست، بنجيب كابيلاري تيوب ونحط الاكستراكت اوف انفكتد تيشو فروم وان سايد اوف كابيلاري تيوب والانتي توكسين فروم اذر سايد. والبوزيتيف رياكشن لما ينتقي الانفكتد تيشو بالانتيتوكسين يحصل بريسيبيتيشن، يتكون بريسيبيتيشن لاين يعني خط ترسيب. الاليزا وده عشان اشوف بيها السبيسيفيك انتي بودي. والبي سي ار ده مولكيولار دايجنوستس فور رابيد دايجنوستس ان كيس اوف بايوتيروريزم. جدول ده يا دكاترة بيوضح الفرق ما بين الباسيلس انثراسس والانثراكويد. الانثراكويد قلنا بتشمل الباسيلس سيريوس والباسيلس ساتلس. الكبسول بتبقى موجودة في الباسيلس انثراسس. بالنسبة للسبور هما الاثنين سبيريوليتد. الموتيليتي والبيتي هيموليسيس على البلاد اجار دور في الانثراكويد، لكن في الانثراس لأ. شكل الكولوني عن نيوتريانت أجار في حالة الباسيلس أنثراسس بتبقى شكل الميدوزا هيد كولوني، رأس الميدوزا، وهتشوفوها ازاي. لكن في الأنثراكويد رف الريجولار كولوني. على الجيلاتين الباسيلس أنثراسس بتبقى سلو ليكوفاير وبيبقى ماكسيمم ليكوفاكشن ات ذا سيرفيس عن البطن، يدينا شكل الانفيرتد فير تري، شكل شجرة عيد الميلاد المقلوبة. لكن الأنثراكويد بتعمل رابيد وبتخلي كل الأنبوبة بتاعت الجيلاتين ليكوفايد وبيبقى ما فيش شكل الانفيرتد فير تري. الديسيز الانثراسس بتعمل ديسيز من اسمها الانثراكس، لكن الانثراكويد دي مش بتعمل ديسيز، ممكن الباسيلس سيريوس تم فود بويزنينج. الاسكولس تيست او البريسبيتيشن تيست وده خدناه في الانثراسس بيبقى بوزيتيف، الانثراكويد نيجاتيف. الانيمال باثولوجيستي الانثراكس دي باثوجينيك ده زونيتك ديزيز الانثراكس، لكن الانثراكويد نوت كوز ديزيز، وان ممكن ان السيريوس بتعمل فود بويزنينج. وده يا دكاترة السايكل اوف انفكشن ان الانثراكس ازاي بتحصل العدوى. الانيمال بياخد السبور بتبقى موجودة في الاير وهو بيعمل جريزنج يعني بيرعى، ياخد السبور سواء كان بالانجشن او بالانهاليشن.
السبور ديات يحصل لها جيرمينيشن ومالتبليكيشن في الليمفاتيك سيستم وفي السبلين، وتتحول لفيجيتيف فورم اللي هو المايكرو اورجانيزم نفسه. المايكرو اورجانيزم او الفيجيتيف فورم ده ريليزد ان البلاد وينزل في البلاد، لان الحيوان في لما بيموت بيحصل اوزنج البلاد من الناتشرال اوريفيس، يعني الفتحات الطبيعيه زي الاي والنوز، زي الماوس والنوز والانس، ده بينزل منها البلاد وينزل الفيجيتيف فورم. الفيجيتيف فورم لما يتعرض للاكسجين تتحول ايه لسبور. السبور دي بالنسبه للالم الانفكشن تحصل بالانجيشن او الانهاليشن، لكن بالنسبه للهيوم نفس الكلام، بالانجيشن او الانهاليشن للسبور او انجيشن لانفكتد ميت بتاع انيمال انفكتد بالانثراكس ودايت ومات وهو كان اللحمه بتاعته، او بالكوتينياس. كوتينياس يعني عن طريق السكين، وده الطريقتين، يا اما هاندلنج انفكتد انيمال برودكت بالسبور، او كوتينياس ان بايتنج فلاي، تيجي بايتنج فلاي تقرص انفكتد حيوان او تعمل بايت انفكتد انيمال وتاخد السبور وتعمل لها انجكشن في هيومن. فكوتينيوس يا اما بالبايتنج فلاي يا اما بالهاندلنج انفكتد انيمال برودكت. نفس الكلام السايكل تحت الانفكشن في حاله الانثروبس، الانيمال يعمل انجيشن او انهاليشن للسبور ويحصل مالتيبليكيشن في الليمفاتيك سيستم وريليز البلاد للفيجيتيتيف فورم، والفيجيتيتيف فورم لما بينزل يتعرض للاكسجين يتحول لسبورز. الانسان ده يعمل انجيشن او انهاليشن للسبور او انجيشن لانفكتد انيمال او انفكتد ميت الانيمال دايت فروم الانثراكس، او كوتينياس عن طريق هاندلنج انفكتد انيمال برودكت بالسبور، او كوتينياس بالبايتنج فلاي. يجي البايتنج فلاي بايت انفكتد انيمال وبعدين تروح عامله بايتنج للهيومن وتعمل له انفكشن. شكل الباسيلس انثروسس بالجرام ستين وبالمسلين بلو ستين، قلنا دي جرام بوزيتيف باسيلاي بس ارانجد ان شورت تشين، لكن الانثروبيد ارانجد ان لونج تشين. شايفين هنا السلسله قصيره ازاي؟ شكل التشين قصير، شورت تشين جرام بوزيتيف باسيلاي. في حاله المسلين بلو ده بالجرام ستين، لكن بالمسلين بلو ستين او بنسميها بولي كروم مسلين بلو ستين، بتبقى الباسيلاي لونها بلو وبتبقى حواليها كبسول surrounded by pink كبسول. يبقى بالمثلين بلو بتبقى الباسيلاي بيبقى لونها بلو وحواليها كبسول بيبقى لونها بينك. ده شكل الباسيلوس انثراكويد اللي هو سيريوس وسطلس بالجرام ستين، بتبقى جرام بوزيتيف لونها فايلوت باسيلاي أو رود تشين وبتبقى arranged in long chain. شوفوا السلسلة طويلة ازاي؟ long chain. يبقى هما الاتنين جرام بوزيتيف باسيلاي بس الشورت تشين الأنثروس، أما الأنثروكويد بيبقى long chain. ده شكل الأنثروكويد برضه جرام بوزيتيف باسيلاي وarranged in short chain بس بالسبور ستين أو الأسيد فاست سبور ستين، يدينا السبور لونها بيج بينك سبور. وده شكل الباسيلوس انثروسس على النيوتريانت اجار، شوفوا الكولوني بتاعتها زي الميدوزا هيد، زي راس الميدوزا، ميدوزا هيد كولوني على النيوتريانت اجار. وده جدول نفس الكلام بيوضح الفرق ما بين الباسيلوس انثروسس والباسيلوس انثراكويد على البلاد اجار. على البلاد اجار الانثروس نون هيموليتيك، لكن الانثروكويد بتعمل بيتا هيموليسيس، يعني بتعمل كومبينيت هيموليسيس ويبقى ابير اس كلير زون جيلاتين ليكوفاكشن الانثروس سلو ليكوفاير، وبتبقى من ماكسيمم ليكوفاكشن عند السيرفس اكتر من البوتوم، فبتدينا شكل الانفيرتد فير تري.
أما في حالة الباسيلوس أنثراكويد بالنسبة للجيلاتين بتبقى رابط الكوفاير بسبب الهايموتيليتي بتاعتها، وبيبقى absence of inverted fair tree، بيحصل لكوفاكشن في كل الأنبوبة. هتشوفها ازاي. بالنسبة للديزيز الأنثراس ده بيعمل الأنثراكس، الأنثراكس ده الجمرة الخبيثة، وده زونوتك ديزيز affecting animal and human، مرض مشترك. لكن الأنثراكويد ده not cause disease، ممكن الفصيلة السيريس بتعمل food poisoning in man. وده شكل الباسيلوس انثراسيس على الجيلاتين. شوف ازاي بتعمل رابط ليكوفاكشن ات دي بتي سوري بتعمل سلو ليكوفاكشن، تعمل ماكسيمم ليكوفاكشن ات ذا سيرفيس ان ذا بوتل السيرفيس اكتر، وبتدينا شكل الانفيرتد فير تري، شكل شجرة عيد الميلاد المقلوبة. أما في حالة الأنثراكويد شوفوا إزاي، في حالة الأنثراكويد تعمل جيلاتين ليكوفاكشن في كل الأنبوبة لأنها بتعمل رابط ليكوفاكشن بسبب الهاي موتيليتي بتاعتها. وكده يا دكاترة نبقى خلصنا، كده نبقى خلصنا التو جينس اللي هما جرام بوزيتيف باسيلاي، سواء كان كوريني بكتيريا أو الباسيلوس. هنتكلم بس عن سبيتشز مهمة، هناخد برضو سبيشيز من الستريبتوكوكس. انت خدت الستريبتوكوكس بس في سبيشيز بس هتاخدوها وهناخد نتكلم عنها كلام قليل خالص، لانها دي بتبقى مهمة في الهيومن اكتر من الانيمال. الستريبتوكوكس نمونيا او النيموكوكاي، الستريبتوكوكس نمونيا او النيموكوكاي دي من اسمها بتعمل نمونيا، بس برضو في نفس الوقت بتعمل other infection. دي بتبقى باثوجينيك او سيجنيفيكانت في الهيومن، بتبقى قليله قليله في الانيمال، وبتعمل اذر انفيكشن غير النمونيا زي الاوتيتس ميديا، المينينجايتس، الاوستيومايلايتس، الاندوكارديتس، والبرين ابسس. بتبقى موجوده في الابر ريسبيراتوري تراكت اوف هيلثي انيمال، وبتبقى موجوده في الكاتل انفيكتد ويز نمونيا. بتاعها بس احنا خدناها قبل كده كمان لو فاكرين في الستيلنج، قلنا ان الكوكاي في استافيلو كوكاي ودي كوكاي ارانجد ان كلاسترز، والستريبتو كوكاي كوكاي ارانجد ان تشين، والنيمو كوكاي النيمو كوكاي دي كوكاي ارانجد ان بير، شايفين في ازواج هتلاقوا اتنين كوكاي جنب بعض. يبقى المورفولوجي الجرام بوزيتيف كوكاي arranged in pair وبتاخد شكل لانس تشين، بنسميها دايبلوكوكاي. دايبلوكوكاي دي بتساوي كوكاي arranged in pair، وبتبقى كابسوليتد with polysaccharide capsule، والبوليساكرايد كابسول دي بتحميها من الفاجوسايتوزز، تبقى انتي فاجوسيتد. وده فيلم from sputum stained with gram stain showing gram positive دايبلوكوكاي او كوكاي arranged in pair، نسميها نيمو كوكاي. الكالتشر اند بايوكيميكال كاركتر، بالنسبه للكالتشر دي ايرو توليرانت انيروب، وعلى البلاد اجار بتعمل الفا هيموليسيس. وانت خدت ان الستريبتوكوكاي على حسب الهيموليتيك اكتيفيتي على البلاد اجار، في منها الفا هيموليتيك وبيتا هيموليتيك. خدت البيتا هيموليتيك زي الستريبتوكوكس بايوجين واجالاكتيا، والالفا هيموليتيك زي الستريبتوكوكس نمونيا دي اللي بنتكلم عنها، بتعمل جرينش ديسكولوريشن اراوند ذا كولوني. الستريبتوكوكس نمونيا على بالنسبة للبايوكيميكال رياكشن بتبقى تايد سولوبل افتقاين سنسيتيف اند فيرمنت الانيولين. بس هي كلام قليل عنها بسبب انها هي تبقى سيجنيفيكانت في الهيومن اكتر مش الانيمال، ومهمة بس انها بتبقى بالجرام ستين جرام بوزيتيف كوكاي arranged in pair أو دايبلو كوكاي.